How are you doing يا جماعة؟ عاملين ايه؟ How are you doing ورحمة الله وبركاته؟ ازيك يا نيمان؟ ازيك يا نعمة طلب؟ بصوا يا جماعة، انا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في حاجة important، حاجة مهمة جدا. عاوزين نتكلم على مستوى الـ school and the teachers. هي بتقول يا بنتي يا فاتي؟ school يعني مدرسة، teacher يعني مدرسين. انا مش عاوزة النوت غلط، اوكي؟ هي اسمها school و اسمها teachers مش teachers. اوكي يا فاتن؟ teachers. اوكي اتفقنا؟ المهم مالها المدرسة المدرسين يا نريمان؟ مستواهم وحش جدي، awful بجد. مستوى ايه اللي بقى وحش؟ انا ابني دنجل بيجي يقول لي يا مامي بدل ما بيقول لي ياما. انا ما كنتش بسمعه بيقول لي كده. انت كاو اصلا، انت ودنجل. بصي انا مش هتكلم معاكي خالص عشان بجد انت مش هتفهميني. بصي يا فاتن، تصدقي معتز ابني امبارح كان بيقول كلاس بدل، يعني بيقولها بينطقها غلط، ما بتنطقش كده. كلاس ايه بس؟ بعد المصاريف دي كلها مش مصدقه جدا. I don't believe it. لا لا لا، ما يصحش كده. كلاس يعني فصل. يا لهوي، يعني الواد هيرجع يفصلوه بعد ما كان بيقول لي يا مامي؟ هما اصلا المفروض يفصلوه ويعدموكي في ميدان عام، وانا اللي هضربك بجد والله العظيم. يعني بصي خلاص، انا مش قادر اتكلم معاكي اصلا يا نعمة الله بجد. المفروض انا كنت اعرف من اول يوم انا مليت فيه الابليكيشن. المدرسه دي مش كويسه. الابليكيشن ذات نفسه كان مليان غلطات في الانجليش كتير جدا. انا عارف الابليكيشن ده. الواد دونجل ابني بسم الله ما شاء الله بيلعب عليه كتير عندنا. انت تقصد البلاي ستيشن يا كاو يا حماره؟ اسمه البلاي ستيشن، احنا بنقول ابليكيشن. Oh my God, I'm out of here. Bye. عارفة يا بنت يا فاتن؟ كويس اللي هي قفلت، بتعمل لي صداع هنا تقولي افشله على ايه؟ مش فاهمة حاجة. أنا بقى البتنجان ده مطلع عين أهلي. بقول لك إيه، على فكرة إحنا إمبارح كنا جايبين طماطم. الطماطم دي كفلتي؟ خد يلا يا دنجل، أنت يلا قول لي يا مامي كده؟ السكول يير او السنة الدراسية خلاص على الابواب، فانا حبيت اوجه الفيديو بتاع النهاردة للماميز، الامهات اللي عندهم اولاد داخلين مدارس السنة دي. انت كأم لازم تبقي فاهمة حاجة، ان الولد زي ما بيتعلم في المدرسة بيلقط منك كمان او بيتعلم منك في البيت. عشان كده في الفيديو بتاع النهاردة انا حبيت اجيب لك اشهر الفوكابولاري او المعاني المرتبطة بالحياة الدراسية واللي احنا بننطقها غلط، لان هم حتى لو بينطقوا في المدرسة صح وانت بتنطقي غلط للأسف الولد هيتأثر بيكي اكتر. فخلينا نبتدي مع بعض مع اشهر كلمات لها علاقة بالمدرسة او الحياة الدراسية واحنا بننطقها غلط ولازم نصححها وننطقها صح. يلا بينا، خلينا نبتدي مع بعض اولا بالسبجكتس او المواد الدراسيه. انا مش هقول طبعا كل المواد الدراسيه، انا هقول بس المواد الدراسيه اللي انا حاسس ان احنا بنغلط في نطقها. طبعا اول كلمه معانا ما ينفعش نقول انجليش، انجليش دي اول كلمه انجليش، لان بسمع ماميز كتير جميله وبتعمل جروبات على الواتس والحياه لذيذه ومش عارف ايه، واسمع بقى رساله على الواتس اجرك الله، يعني الماده حتى بننطقها غلط. طيب يبقى عندنا انجليش. عندنا كمان مادة الألماني، في خلط كبير جدا بيحصل. المادة أو اللغة الألمانية اسمها جيرمان مش جيرماني. جيرماني دي الدولة، عشان في ناس كتير بيقول لك أنا بدي، يعني ماميز مثلا تقول لك أنا بدي لابني جيرماني، أنت بتدي له جيرمان، لغة ألمانية جيرمان، ولازم يبقى في دي خفيفة في الأول كده جيرمان جيرمان. عندنا بعد كده كمان كلمة ماث، مهم جدا إن احنا نعود الولد من هو صغير يطلع لسانه لبره لأن هو هيسمعك، فما تكسليش وتقولي ماس، قوليها ماث اللي هي الرياضة، ماث أو مادة الرياضيات. بس لو هو لسه في ابتدائي في حاجة تانية اسمها arithmetic. arithmetic اللي هو الحساب. arithmetic. أوكي يبقى عندنا arithmetic أو ماث. ماث مش ماس. عندنا كمان مادة الدراسات الاجتماعية، ومعرفش في الوطن العربي زي عندنا في مصر بيقولوها الدراسات الاجتماعية ولا ايه، بس هي بالانجلش اسمها social studies مش social، عشان احنا بننطق السي اي اي اللي عموما غلط. social مش شيال، social. social studies. مادة اللغة العربية ما اسمهاش Arabic. اوكي اولا كده عشان تفهم مع بعض بالانجلش، اسمها اكسري الاي شوية
Arabic. Arabic. في تناكة كده في الموضوع انت فاهمة. Arabic. Arabic. اوكي ما ينفعش نغلط في اللغة بتاعتنا. Arabic. Arabic. كمان ال PE اللي هي حصة الألعاب بالإنجليش. ال PE دي اختصار عشان تبقى عارفها برضو لو في ماميز على الواتس زنقت عليك رخمت عليك وسألتك السؤال ما تحطش عليك انت اللي تحط عليها بقى تقول لها PE اختصار لإيه لphysical education. Physical education. إج اللي دي معيوب تدي صوت ج. Physical education اللي هي حصة الألعاب أو باللغة العربية الفصحى اسمها طبعاً التربية الرياضية. Education تربية. Physical رياضي أو جسماني. نخش بقى على الحاجات اللي بلي ابنك وهي رايحة المدرسة. المريالة تمام اسمها apron. Apron وال O-N كده تبقى خفيفة قوي. N-N. Apron مش أبرون. Apron. صابون عشان الكورونا فيروس وكده فممكن يطلبوا وتجيبوا معاكوا صابون او حاجه زي كده. الصابون اسمه سوب عشان في ناس كتير بيقولوا سوب. سوب دي شوربه دي كلمه تانية خالص. حاولي تدوري يعني تخلي بقك مدور كده وتفتحي شفايفك شويه. سوب 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 صابون. ما تنسيش بقى لما ابنك يبقى عنده حصه فيزيكال ايدكيشن تحطي له ايه في الشنطه اللي هي فيزيكال ايدكيشن تفكرينها معناها حصه التربية الرياضية. تحطي له تي شيرت مش التيشيرت بتاعك. اوكي اسمه تي شيرت. الاي ار في الانجليش بتبقى مضمومة. تي شيرت. تي شيرت مش التيشيرت. حاجة بقى تانية كنت هنساها مهمة جدا. المناديل اوكي بالانجليش اسمها ما اسمهاش كلينكس. رسالة لكل ام مني ليكي كده مباشرة تمام اسمها تيشو. وبرضو في ناس عارفينها بقى بس بيقولوها تيشو على وزن ميشو. تمام لا ما تدخلوش ميشو في الموضوع. اسمها تيشو. تيشو منديل. تيشو تيشو. انما كلينكس ده اللي احنا بنمسح بيه ايدينا بعد ما بنطلع من الحمام. تمام احنا قلنا حوالي 10 12 كلمه او حاجه زي كده. مش عاوزين نطول الفيديو عشان كده انا هعمل فيديو تاني هنكمل فيه بقيه الحاجات اللي الولاد بياخدوها معاهم المدرسه واحنا بننطقها غلط. وكمان هتكلم على حاجات ليها علاقه بالوظائف اللي في المدرسة وبرضو اغلبنا بينطقها غلط. استنوا الجزء التاني قريب جدا لو الجزء ده عجبك وعاوزني ارفع بقية الكلمات وبقية الجزء التاني please share and like. That will be all. Thank you. We دمتم على خير. Bye.